السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي في المحاضرة الثانية لمادة استخدام الحاسب الآلي في المستشفيات لطلبة التعليم المفتوح. النهاردة هنتكلم عن نظم التشغيل الشائعة. في بعض نظم التشغيل اللي هو زي نظام يونكس، وده تم إنتاجه في معامل الهاتف الأمريكية سنة 69، وذلك لتشغيل الحاسبات الخدمية. والنظام ده بيتميز بسهولة الكتابة وتشغيل التطبيقات والبرمجيات وإمكانية البرمجة المتعددة المهام، وبيوفر نظام أمني لحماية المستندات. ومن أشهر أمثلة عليه نظام لينكس. بعد كده ظهر نظام اسمه دوس اللي هو ديسك أوبريشن سيستم. ده النظام ده ظهر سنة 81 مع الأجيال الأولانية للحاسبات الشخصية اللي أنتجتها شركة أي بي إم. بعد كده طورتها شركة مايكروسوفت وأنتجت آلاف البرمجيات اللي تعمل وفقا للدوس. بعد كده ظهر نظام اسمه أبل ماكنتوش، ظهر سنة 1984 عن طريق شركة أبل. ويتميز هذا النظام بسهولة التعامل لأنه لا يحتوي على أوامر بل رسومات. تاني حاجة، موائمة النظام للعديد من المجالات كعيادات الأطباء ومكاتب المحاسبة. ظهرت منه نسخة معربة باللغة العربية، بيسمح باشتراك أكتر من برينتر أو من آلة طباعة، سهل في التعامل مع الصور والرسوم. لكن النظام ده للأسف كان من عيوبه أنه كان بيقتصر استخدامه على منتجات شركة أبل فقط. بس بعد كده لاحقا بدأت الشركة في السماح لبعض الشركات باستخدام النظام بتاعها في الأجهزة بتاعتها. طبعا بعد ما ظهر نظام دوس ونظام أبل، ظهر النظام اللي كلنا عارفينه اللي هو الويندوز، حيث أضيفت تقنية حركة مفاتيح الأسهم مع استخدام الماوس. بيتم تنظيم عرض محتويات الديسكتوب، وظهر من النظام ده عدة إصدارات. أول نظام كان 3.1، وكان ده بيعتمد على نظام الدوس بشكل كامل في تشغيله. بعد كده ظهر نظام الويندوز 95، وده كان نظام تشغيل متكامل، ومن هنا تم الاستغناء عن الدوس مع إضافة مزايا جديدة زي إمكانية تسمية الملف باللغة العربية، إضافة أجهزة جديدة بدون الحاجة إن احنا نعمل لها تعريف، إمكانية تبادل الرسائل الإلكترونية والفاكس، إمكانية تغيير شكل الشاشة والألوان والوقت والتاريخ واللغة، كشف عن أي إيرور أو أخطاء ومحاولة تصحيحها. بعد كده ظهر نظام ويندوز 98، وده كان تحديث للإصدار السابق اللي هو 95 مع إضافة بعض الخصائص زي إضافة برنامج وصفح الإنترنت، إضافة خاصية البحث اللي هو السيرش، إضافة خاصية تحديث نظام التشغيل آليا عن طريق الإنترنت. بعد كده ظهر الويندوز ميلينيوم اللي هو أو ويندوز 2000، ده تحديث لإصدار 98، وده كان متخصص للاستخدام المنزلي والشخصي، وكان بيتميز في حتة حماية ملفات النظام من الكتابة عليها، وإضافة برامج للصوت والفيديو، وإمكانية التعرف على الـ USB، وإمكانية استعادة النظام أو ريكفري في حالة وجود أخطاء. ظهر بعد كده جيل تاني من الويندوز اللي هو ويندوز XP، ده زي الويندوز السابق ولكن كان في مزايا إضافية من صورة نقل ملفات، من الواجهة الرسمية بتاعته أصبحت أشكالها أفضل يعني، وبيدعم جميع لغات العالم، ونظام الأمان فيه أكثر تطور. بعد كده ظهر ويندوز فيستا 2007، ده زي إصدار 2000 مع إنه تم تغيير شعار ويندوز، بسموه بدلا منه قائمة اسمها ستارت، وتم تطوير لشريط العناوين وإمكانية التعامل مع الجهاز بالصوت وليس باللمس، يعني ابتدى يقبل أوامر صوتية. طب نظام بقى بعد كده ويندوز 7 هو إصلاح للعيوب الموجودة كان في إصدار 2007، وتميز بسرعة التحميل وسهولة الاستخدام، وكان بيتضمن برنامج إنترنت إكسبلورر 8، وكان كمان في ميزة عدم التشغيل الآلي الـ USB لاحتمالية احتوائها على فيروسات. هنتكلم هنا بالتفصيل عن نظام التشغيل ويندوز. هو نظام تشغيل أنتجته شركة مايكروسوفت بدلا من دوس، وعبارة عن رسوم وأشكال معبرة بيعرضها البرنامج على شاشة الحاسب لكي تساعد المستخدم على تحديد الإجراء الذي يريده بالإشارة على الشاشة باستخدام الماوس. وطبعا احنا اتكلمنا على الإصدارات المختلفة ليه. طب في حاجة اسمها ديسكتوب. ديسكتوب هو سطح المكتب أو الذي يشغل معظم الشاشة المعروضة أمامنا، ويوضح على سطح المكتب مجموعة الأيقونات التي تستخدم لتشغيل برامج
ويمكن وضع برامج وملفات على سطح المكتب. دلوقتي احنا عاوزين نعرف الفرق بين الفايل والفولدر. الفايل اللي هو الملف والفولدر اللي هو الدليل. الفولدر هو مكان يمكن تخزين الفايلز فيه او الملفات فيه، ويمكن انشاء العديد من الفولدرز، ويمكن عمل فولدرز فرعي من فولدر اصلي عن طريق اتباع الخطوات التالية. نضغط على المفتاح الايمن للماوس ونختار نيو، وبعد كده يطلع منها قائمة هنختار منها نيو فولدر، وبعدين نسمي الفولدر ده بأي اسم احنا نرغب فيه. طب الفايل هو ملف بيحتوي على معلومات يمكن انشاؤه من خلال استخدام بعض التطبيقات زي الوورد والاكسل. كل ملف من الملفات ليه اسم مستقل وليه اكستنشن او امتداد مختلف حسب نوع التطبيق. اول ما بنجيب الكمبيوتر يا جماعه لازم نعمل له تهيئه لبيئه العمل، يعني هنضبط الدوله ووحدات القياس شكل الارقام. طب ازاي؟ عن طريق الخطوات الاتيه. ان احنا بندوس على ستارت، وبعدين كنترول بانل، بعد كده ريجونال اند لانجوج، بعد كده كاستمايز، بعدين نغير اللغة حسب اللغة اللي احنا عاوزينها، وفي الاخر ندوس اوكي. طب انا لو عاوز اعمل حذف او اضافة لاي برنامج، بندوس على ستارت وبعدين سيتنج وبعدين اد اور ريموف بروجرام. فاذا عندي ثلاث اختيارات، نختار الاختيار حسب الرغبة او حسب الاجراء اللي احنا عاوزينه، زي اد نيو بروجرام اللي احنا لو هنضيف برنامج جديد، او تشينج اور ريموف بروجرام وذلك لحذف برنامج مثبت او قيام بتغييرات فيه، او اد اور ريموف ويندوز كومبوننت ويندوز، ده لاضافه او ازاله بعض الخصائص الخاصه ببرنامج الويندوز. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا. شكرا.